تم اصدارها النهارده من اتحاد الكوره. هروح للاستاذ محمد اتريبي طبعا نائب رئيس نادي الزمالك ورايه في ما حدث وهذا القرار الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. اهلا، ازيك يا كابتن محمد؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا رب. يعني القرار حضرتك طبعا اكيد نادي الزمالك تلقاه من خلال طبعا القنوات الرسميه، من خلال طبعا اكيد ما حدث في تسليم درع الدوري وما حدث من شيكابالا مع كابتن احمد مجاهد، وبالتالي اكيد نادي الزمالك ليه اجراءات اخرى وخطوات اخرى في هذا القرار. طبعا هو بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنينا خلاص نادي الزمالك بطوله الدوري اللي استحقها. الماتش ده كان مباراه استعراضيه، نادي البنك الاهلي احتفى بنادي الزمالك قبل المباراه واللعيبه في يعني موقف ظريف جدا. نادي البنك الاهلي استمر في الدوري الممتاز فما كانش عنده مشكله في هذه المباراه، ونادي الزمالك كان حرم الدوري من المباراه السابقه فما عندوش مشكله، فدي كانت مباراه نادي البنك الاهلي هيلعب مباراه جيده ونادي الزمالك هيلعب، انما في الاخر يعني مباراه تحصيل حاصل، تحصيل حاصل واستعراضيه، ونادي البنك الاهلي لعب مباراه جيده جدا واضاع ضربه جزاء وتعادل واضاعها وابو جبل صدهم مرتين، فكانت مباراه جميله. عكر بقى صف القصه دي النهارده، احنا على فكره نزلنا بيانين، بيان الاول الصبح قبل ما نعرف القرارات وبيان بعد القرارات، فلو برضو تقدر تطلع على البيانين قريناهم. البيان شيكابالا ده كابتن الفريق، شيكابالا راح عشان يدخل اللعيبه بتاعه نادي الزمالك الناشئين اللي زي عبد السلام، زي فيصل، زي عيد، دول لعيبه بتلعب في الدوري، بتلعب مع نادي الزمالك، صحيح. فدول من حقهم كانوا يخشوا الملعب ويفرحوا مع بقيه اللعيبه، اللعيبه دي محصوره في ممر ومش عاوزين يدخلوه. فشيكابالا ككابتن الفريق هم عمالين يدعوا عليه، فالراجل راح عشان يدخلهم، يا جماعه دخلوهم، وعاوز يغير الفانيلات عشان المرحوم، برضه بنكرم المرحوم علاء، فعاوز يغير، قعدوا ربع ساعه مش عاوزين يخلوه يفتحوا الباب يدخلوا اللعيب، والناس واقفه في الممر وفي زوجات موجودين وفي اطفال. احنا بنشوف بره ما محمد صلاح نزل ومراته معاه وبنته معاه وكانوا ممكن ينزلوهم ويقفوا لغايه لما يسلموا الدرع وبعد كده الناس بتخش تتصور في الملعب. انا يعني مش شايف في اي مشكله، بالعكس دي كانت يعني الملعب كبير جدا ومفيش جمهور، كان قليل جدا. ايه اللي يمنع انه اللعيبه باسرهم باطفالهم بعد تسليم الدرع؟ مفيش مانع، هو ده يعني الوضع الطبيعي، لكن هي الفكره ان هم ينزلوا اثناء تسليم الدرع، هي كانت المشكله في كده. لا طب واللعيبه والناشئين ما هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، يعني قيمتك الكبيره طبعا، انا وانا بكلم طبعا حضرتك انا سعيد اولا رقم واحد، هي النقطه في ايه؟ هل ده دور شيكابالا ولا حتى واحنا بنتكلم في اداري موجود، في مسؤولين داخل نادي الزمالك موجودين يقدروا هم اللي يتكلموا مع؟ لا ما احنا بص يعني انا شايف ان هو روح ان شيكابالا يروح، انا بشوف ان ده وضع مش مظبوط، انا من وجهه نظري. لا انا بالعكس، انا يعني معلش هختلف معاك في الحته دي، لانه ده كابتن الفريق ودي لعيبه بتلعب في الفريق، هو راح عشان اولا كان عاوز يغير الفانيلا ويفتح الباب ويخش وهو يخش يغير فانيلته، فدي نمره واحد. نمره اثنين، انت ما تسيروش بقى، يعني ايه المشكله؟ ما احنا شفنا راموس في ريال مدريد شايل ابنه وكله على فكره الصور كلها بتقول. وبعدين ما ينفعش بقى، انا برضو مش هتكلم على انديه منافسه، بس ما ينفعش نكيل بمكيالين، ما ينفعش انه فرجاني ساسي السنه اللي فاتت 8 ماتشات يتوقف عشان مسك السماعه بتاعت الحكم وفي غيره لا ما حصلش نفس الجزاء ولا قريب من هذا الجزاء. امام عاشور 12 مباراه وبعد كده لجنه الانضباط اتغيرت، الحدث اللي حصل امبارح حصل حاجه شبيهه له وما حصلش فيه اي مشكله. فاحنا نادي الزمالك ده نادي عريق طبعا، ما ينفعش انه يحدث هذا، واحنا كان كلامنا واضح، احنا شايفين ان هذه القرارات غير سليمه واحنا هناخد كل الاجراءات اللي تحافظ على حقوق نادي الزمالك. العقوبه القاسيه شايفها يا استاذ محمد؟ اساسا طبقا للوايح ال8 شهور دول لو لعيب ضرب حكم او ضرب مسؤول، وهذا لم يحدث نهائي من شيكابالا. شيكابالا اتنرفز لما منعوه على ربع ساعه بيحاول يدخل اللعيبه وهم رافضين، فكله ما فيش اي احتكاك حدث، وبالتالي
ان انا اوقفه 8 شهور ده مخالف للوائح. فدي نمره واحد. فالنهارده ما ينفعش، احنا نزلنا البيان الثاني واضح وصريح ان هذه القرارات احنا في نظرنا قرارات غير سليمه، وان احنا هنتخذ جميع الاجراءات اللي تحافظ على حقوق نادي الزمالك. والحاجه الثانيه ان احنا ان شاء الله هنعمل حفلتين، واحنا وانا قلت الكلام ده امبارح في زملكاوي، هنعمل حفلتين، حفله في فندق 5 نجوم بنحتفي بكل الالعاب الجماعيه اللي اخذت بطولات اللي هو البولي والهاندبول والكوره والباسكت، وفي نفس الوقت هنعمل حفله للجمهور بعد ما ناخد موافقه الجهات الامنيه. صحيح. لانه نادي الزمالك نادي كبير، ما ينفعش انه يحدث معاه هذا الكلام. طيب. نهائي. الاجراءات اللي حضرتك بتتكلم عليها يا استاذ محمد، اجراءات ضد اتحاد الكوره هتكون في اتحاد الكوره ولا هتتجهوا على الاتحاد الدولي على طول؟ يعني برضو النهارده لا اكيد اتحاد الكوره يعني لا يعني ما احنا هنمشي طبقا للوائح. احنا ما هنروح للدولي ليه واحنا عندنا عارفين ان احنا هناخد حقنا في من اصلا ما ينفعش النهارده كمان الخصم يبقى هو نفس في القاضي، وعشان كده احنا يعني مطمنين لاجراءاتنا وعارفين ان عندنا ناس مستشارين على اعلى مستوى واللوائح موجوده واحنا عارفين اللوائح بتقول ايه. القصه الثانيه انه في اشاعه انه الزمالك ينسحب من الكاس. الزمالك عمره ما ينسحب من بطوله. الزمالك ياخد بطوله ما ينسحبش، الزمالك يستمر ويلعب في بطوله الكاس وربنا بقى يوفقه ان شاء الله وياخد البطوله. انما الزمالك وصل مع اسوان في المباراه قبل النهائي في الاول بالنسبه لا اصل في كلام مش عدى الزمالك ينسحب بقى، لا مش هننسحب، احنا هنكمل البطوله وناخدها ان شاء الله بتوفيق من عند ربنا. انما والنهارده كان في اجتماع في الاتحاد بالظبط، كانوا 17 نادي 14 طلبوا عدم الغاء الكاس وثلاث نوادي هم اللي طلبوا الالغاء. فبالتالي المفروض ان الكاس مستمر والزمالك هيلعب الكاس وهيحصل على الكاس باذن الله طبعا وبتوفيق من ربنا، ما حدش يعلم الغيب. انما انا بطمن جمهور الزمالك اللجنه بنحترم الجميع بس هنحافظ على حقوق نادي الزمالك وعلى حقوق لاعبتنا وابنائنا. استاذ محمد قعدتوا مع شيكابالا اتكلمتوا معاه ما بعد القرارات دي؟ انا بصراحه انا ما قعدتش مع شيكابالا، انما شيكابالا عارف ان احنا يعني في دعم له لانه احنا كنا حاضرين الواقع. وخد بالك المفروض الناس تفرح يعني المفروض كان ماتش زي ده بس، وبعدين ما انت عارف انت يعني في لعيب بيبقى دمه حامي شويه فانت ما تقعدش تاخده معاك وتشده وتعصبه، وهو المفروض كان يبقى فرحان وبهدوء كده وندخل اللعيبه، انما 10 دقائق ربع ساعه اللعيبه عماله محبوسه جوه في الممر ومش عارفه تخش. وبعدين دي لعيبه شاركت في بطوله الدوري زي ما قلت لك يا كابتن محمد، عيد عبد السلام فيصل وغيرهم، فكل دول عاوزين يخشوا. ايوه بس موقف شيكابالا يا استاذ محمد يعني برضو هل انتم شايفين ان هو موقفه ما حتى لو احنا بنتكلم ان هو كان المفروض راح يعمل هدف نبيل بالنسبه له، ما يعني اللي عمله مع كابتن احمد جاده هل يعني انتم راضيين عنه كمجلس؟ لا هو ما هو هو عمل انا ما اعرفش عمل ايه مع احمد نجاح، انا ما شفتش ان هو تلفظ بالفاظ مسيئه للاتحاد المصري او لاعضاء الاتحاد او المسؤولين. احنا على فكره قلنا ان احنا في البيان الاول ان احنا هنعمل تحقيق ونشوف ولو حد عاوز يشارك يعني احنا ما بنحترم كل الناس، انما ما ينفعش حد يجي على نادي الزمالك وهو يعني انا مش عاوز بس اشكر، هو مش في واقع حصلت في العام السابق في يعني في تسليم الدرع حضرتك اللي هي بتاعت محمد فضل وكابتن كهربا، حصل هذا الكلام ولا ما حصلش؟ حصل واقعه ونادي الاهلي إيه اللي كان حصل؟ يعني نادي الاهلي هو اللي اشتكى على فكره الاول، على فكره اشتكى كابتن فضل يعني انا مش عاوز اتكلم ما انا بقول لحضرتك حاجه يعني النادي الاهلي اخذ قرار بان هو يشتكي فضل كابتن فضل كان مسؤول ساعتها كان موجود في الملعب. انا مش عاوز اتكلم على نادي زي النادي الاهلي، نادي عريق ما حدش يختلف عليه، انما انا بقول ما ينفعش انه نادي يتعامل بطريقه او نادي اخر او انديه اخرى تتعامل بطريقه اكيد طبعا. طب الموقف بتاع النادي الاهلي يعني كان في صلح، هل ممكن الموضوع يوصل للمرحله دي مع نادي الزمالك والاتحاد او كابتن احمد مجاهد؟ يعني هو
الصلح ده دايما بنقول الصلح خير، دي ما فيهاش مشكله. يعني اكيد يعني احنا ما عندناش اي مشكله في عمليه الصلح. انما انا بقول ايه، زي ما انا حكيت لك على وقائع مع ساسي السنه اللي فاتت، اخذ 8 مباراه ايقاف، امام عاشور 12 مباراه ايقاف. ما ينفعش. احنا الحمد لله الفار لما دخل قلنا انه مش على فكره مش نادي الزمالك ولا النادي الاهلي، ده الجميع انديه مصر. الفار لما دخل يبقى معناها ان هناك عداله هتتحقق، ومش لازم انها تبقى العداله الكامله، انما على الاقل هيبقى في عداله. ولما تحسن الفار اكتر العداله هتكتر. وزي ما انا قلت يعني في الماتش بتاع ليفربول وتشيلسي، لولا انه في فار ما كانش البينالتي هيتحسب وما كانش الراجل هيطرد. فالفار ده طبعا يعني عدل ودى عداله اكتر واكتر للمباريات. فاحنا بنقول عاوزين عداله عشان الناس، ومش عداله للزمالك ولا عداله الاهلي ولا عداله لمصري، لا عداله لجميع الانديه، عشان حتى الانديه اللي هي يعني اللي هي مش انديه يعني معروفه، لا تحس ان برضه في هناك عداله. صحيح. احنا يعني سعداء بحضراتكم طبعا، وفكرة الـ 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 الاجتماع اللي انتوا عملتوه بخصوص الاحتفالية، وده اللي احنا عايزين جمهور الزمالك يفرح بامانة. يعني اللي حصل ان جمهور الزمالك الى حد ما الواقعة دي خلته يعني ما يفرحش قوي، لكن اللي انتوا بتعملوه سواء بقى هتعملوا حاجة خاصة بالنسبة لتسليم الدرع واللاعبين ثم الجمهور، دي حاجة كويسة. يعني احنا قلنا هذا الكلام قبل ما نعرف الوقائع دي، الوقع احنا انا فاحنا مرتبين، لانه حتى التنظيم ما كانش جيد والاخراج بتاع. طب استاذ محمد، يعني طب ليه التنظيم من نادي الزمالك ما اشتركش فيه؟ اتحاد الكره طبعا هو المسؤول، ده مش دورنا. انا عارف انه، لكن انا كبطل انا محتاج 1 2 3 وببقى اشترك مع اتحاد الكره ما دام العلاقه كويسه. يعني لا، هو العلاقه كويسه ما فيش مشكله، بس خلينا نقول انه الماتش ده كان مش بتاع نادي الزمالك، ده كان بتاع نادي البنك الاهلي. صحيح. فالدخول وتنظيم الدخول ده كان بتاع البنك الاهلي. تنظيم الاحتفاليه مش نادي الزمالك مش طرف، كان وكان مفروض يتقعد مع ويتقال مين اللي يخش ومين اللي كذا، وده اللي انا بتكلم عليه على فكره. يعني كان يبقى فيه تنسيق حتى. ده لا تلوم بقى نادي الزمالك. فانما في الاخر كان ممكن الاحتفاليه تتم والناس كلها تفرح. وبعدين ده احنا بنشوف في دوريات بيفتحوا الملعب للجمهور بعد لما نادي بياخد الدوري. الجمهور بينزل في الملعب كله، لانه خلاص هو مش هيحصل الخلاف بين جمهورين. ده ما فيش غير جمهور نادي الزمالك وجمهور النادي البنك الاهلي. والاعداد ايه الاعداد؟ يعني ما فيش يعني ما مش بنقول بقى زي زمان 50,000 و30,000 و20,000 و2000 و5، لا. فما نسيب الناس تفرح، ايه المشكله يعني؟ يعني اللي حدث حدث، وكلنا بنتعلم من الاخطاء. صحيح. انما نادي الزمالك مش هيسيب، هيدافع عن حقه، وعارفين احنا اجراءاتنا شكلها ايه، وبالقانون وباللوائح هنطبق ان شاء الله، ونشوف هيحدث ايه في القانون واللوائح. يعني اكيد في القادم. أكيد. ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ محمد دتريبي طبعا نائب رئيس نادي الزمالك.